حياكم الله مشاهدينا الكرام. الذكريات هي جزء من حياتنا، نتعلق بها، تطول إقامتنا فيها ويأخذنا الحنين إليها، كما أن هناك لحظات أخرى نتجاهلها وكأنها ليست من حياتنا. هذه هي الذكريات. فهل تغير الذكريات على اختلاف نوعها يؤثر على حياتنا بالسلب أو بالإيجابية؟ هذا ما سنتعرف إليه مع الدكتورة هبة شركس، استشارية نفسية وخبيرة أسرية. حياك الله دكتورة، صباح الخير. في صباح الخير يا بلادي. صباح النور. نتكلم عن يمكن شيء يمكن يلامس الكثيرين منا، الذكريات بشكل عام. شو مفهوم الذكريات؟ الذكريات هي مستودع الحكمة والمادة الخام للخبرات الحياتية. كل ما مرينا به في الحياة سواء مبهج أو مؤلم، نعم، بتخزن عندنا وهو مادة خام بنقدر نستخدمها لبناء وتطوير وتعمير المستقبل. جميل جدا. يعني جزء لا يتجزأ من حياتنا ومن خبراتنا. عشان نعرف أهمية الذكريات، لنا أن نتخيل شخص فقد الذاكرة قد إيه ده مؤلم، وقد إيه ده مزعج جدا أن الإنسان كأنه بيبدأ كأنه طفل، يصير عنده تعب داخلي. أحس دكتورة ده هو مو قادر يتذكر شيء، متواصل مع الماضي، فهيبقى عنده تعب داخلي، هيبقى عنده اختياراته وقراراته ومسيرته في الحياة كلها ممكن تتغير. صحيح. تماما. ليه؟ صحيح. لأنه ما عندوش أي خبرات سابقة. علاقاته بالناس هتتغير لأنه هو مش عارف مين من الناس اللي ممكن يسندوك. هو مجرد فهم نفسه هو مين بالظبط، لأنه بيبدأ من الصفر. فالذكريات هي اللي بتخلينا نستمر، هي إلهامات المستقبل. نتكلم عن ذكريات المؤلمة، والله يبعدنا إن شاء الله ويبعد الجميع عن ذكريات المؤلمة ويخليها فعلا ذكريات أن الواحد يأخذ درس منها، ولكن كيف نقدر نتعامل معها؟ الذكريات المؤلمة هي اللي بتعلمنا. يعني هو الألم هو اللي بيتعلم. كل واحد مننا بيمر بخبرة مؤلمة بيبقى عنده مركز في دماغه بينبهه لما يمر بشيء مشابه، نخلي بالك الألم ده ما يتكررش عليك. عشان نتعامل مع الذكريات المؤلمة بشكل إيجابي، لازم نعرف ان في طريقة للتعامل معها. الطريقة دي هي طريقة الملفات المغلقة. يعني ايه؟ في ظاهرة عرفوها في علم النفس بتقول ان الذكريات او الملفات المفتوحة في المخ تشغل حيز كبير جدا من دماغ الانسان. نعم. وبيسكن داخلها، داخل الملفات المفتوحة دي، وقت طويل جدا، وبتهدر طاقته بشكل كبير جدا. نعم. فبيوصونا دايما العلماء النفس ان احنا نقفل الملفات بتاعتنا. فالذكريات المؤلمة لما بتفضل مفتوحة، يعني بتبقى بلا نهايات. صحيح. يعني زي مثلا شخص فقد شخص من غير ما يودعه، او مر بتجربه مثلا فقد عمله بس ما تواصلش مع مديره وما انتهاش الملف، ما تقفلش بشكل كامل. نعم. بيفضل الانسان يتذكره ويلح عليه وبيسبب له توتر داخلي وقلق. فافضل طريقه للتعامل مع الملفات السلبيه او الذكريات السلبيه هو ان احنا نقفلها. ازاي نقفل الملفات دي؟ في كذا تكنيك ان احنا نقفل الملفات، منها ان احنا نتكلم مع الشخص ونقفل الموضوع لو كان الموضوع شخصي، منها ان احنا نكتب رسالة وداع لشخص ممكن نكون مش قادرين ان احنا نتواصل معاه، منها ان احنا نحكي قصة الذكرى المؤلمة دي ونقفلها في دماغنا ونقول وانتهى الموضوع عند كده وفتحنا صفحة جديدة. لازم. نعم. ندي اوردر القناعة الداخلية ايضا. لازم. نعم. وكمان امر لدماغنا ان احنا نقفل هذا الملف، لانه اول ما يتقفل هيتخزن في مكان مناسب. لو الملف ظل مفتوح هيظل يشغل حيز كبير مننا ويستنزف طاقتنا وذكرياتنا بشكل سلبي. دكتورة هبة، في ناس فعلا يعني يصير عندهم ينحصرون في هذه الذاكرة، سواء كانت يعني الذاكرة المؤلمة. نحن بعدنا ما ينعى على الذكريات الإيجابية، قاعدين نتكلم عن الذكريات المؤلمة. فيصير الشخص ينحصر في هذه الذاكرة، يعني أنه فعلا ما يقدر يطلع منها. فهو بهذه الحالة هل مضطر أنه مثلا يراجع الدكتور أو يراجع استشاري نفسي، أنه فعلا هو حصر نفسه في هذه الزاوية؟ لو هو مش قادر بشكل فردي أنه يتغلب على نفسه، طبعا لازم يسأل المختصين. دلوقتي بقى فيه كمان المختصين في الصحة النفسية. نعم. يعني الناس بقى عندها وعي وبقى عندها ثقافة، وفعلا بقت بتتردد على مختصين الصحة النفسية علشان يحسنوا ويطوروا من حياتهم. الموضوع ما بقاش قاصر على المرضى النفسيين، لكن كل إنسان ممكن يستعين بخبير. بنتكلم عن الذكريات الإيجابية وكيف نقدر نستثمرها في حياتنا. الذكريات الإيجابية هي اللي بتدينا طاقة. يعني الإنسان لو حس كده بعدم القدرة على الإنجاز، أو حس بوهن، أو حس بضعف، أو حس إن هو بيمر بمرحلة ليست على ما يرام في حياته، فمن الجميل إن هو يقول لنفسه كل هذا حتما سيمر. صح.
ويبدأ يستدعي فترات، سواء كانت ذكريات مؤلمة وهو مر منها، أو يحاول أنه يستحضر كم هائل من الذكريات الإيجابية. يعني لو كل واحد في نهاية 2018 قاعد يكتب الذكريات الإيجابية بتاعته، مسك ورقة وقلم بعد البرنامج وقاعد يكتب الذكريات الإيجابية اللي مرت عليه في 2018، أكيد هتديله طاقة دافعة إن هو يستمر في 2019. لكن لو قاعد يكتب الذكريات السلبية في 2018 ممكن يجيله إحباطات، إلا في حالة واحدة لو كتبها على إن هي إلهامات أو إن هي دروس اتعلمتها. صحيح. من 2018 وما راح تتكرر في 2019 ومش هتتكرر في 2019. زين، الحين من الصحي دكتورة هبة الواحد إذا تكلم عن مواقفه السلبية، هل هذا الشيء من الصحي إنه هو يتكلم عن أموره أو مواقفه أو ذكرياته السلبية أم ذكرياته الإيجابية؟ ناس مدارس في التعامل مع الذكريات السلبية. الصحي ان احنا نتكلم عن ذكرياتنا الأليمة وذكرياتنا الحسنة، كل الذكريات من الصحي جدا ان احنا نستحضرها ونسترجعها. بس الناس مدارس في الأمور ده، في ناس بتحب تتجاهل الألم، والناس اللي بتتجاهل الألم الألم بيلاحقها. صح. لان هم بيحبش حد يتجاهله. الألم يجب ان نحسن ضيافته، ياخد وجبه معانا كده 3 ايام بتوع الضيافه ونتعامل معاه برقي وباحترام، نحترم ألمه بالنهايه، نفهم ونفهمه ونفهم اسبابه. ولا مانع ان احنا يمر علينا بعض لحظات الالم وبعد كده نتخطاها ونتجاوزها. بعض الناس بتستغرق بقى في الالم، يعني مش بتستضيفه، لا ده هو اللي بيستضيفها، خلاص هو اللي بيبقى المسيطر على حياتها كلها. ودي الناس لازم تقفل ملف الالم وتتسامح مع الذكريات السلبيه اللي معاه. فهو لا مانع من ان احنا نحكي ذكرياتنا المؤلمه، بس نختمها بان احنا اللي مسيطرين عليها وان نجيب مش علينا هي اللي مسيطره علينا. يعني قصه حياتك كيف ترويها، او مواقف حياتك كيف ترويها. جميل. لو بنروي ان انا مريت بازمه وتغلبت على الازمه دي وادتني درس وانا ببني منها المستقبل، غير لما اقول انا بدات حياه مشرقه بس في النهايه وصلت للاشيء. الشخص اللي بيروي قصة حياته من الإيجابي إلى السلبي، السلبي. بيفضل ماشي في اتجاه السلبي. السلبي. واللي بيروي قصة حياته إن دي تحديات، بيصنفها على إن هي تحديات. نعم. وإن أنا عندي الطاقة إن أنا أتغلب على هذه التحديات، بتبني حياته للاتجاه الإيجابي. طبعا دكتورة أكيد يعني هذا الشيء يعني يبين قوة شخصية الإنسان وإرادته القوية، لأن بالنهاية رب العالمين نحن فعلا خلقنا وعندنا هذه الإرادة القوية والمتينة إن نحن نقدر نسيطر على أحزاننا ونتغلب عليها على أوجاعنا في حياتنا. أكيد طبعا. بما أن عام 2019 هو عام التسامح في دولتنا الحبيبة، كيف نقدر نتعلم الإيجابية والتسامح من هذا الشعار؟ التسامح مع الذكريات السلبية، بصي التسامح أنا بديله تعريف بسيط جدا، هو السماح للنفس بالخروج من دايرة الألم. نعم. لما أتسامح مع إنسان قبل ما أنا بعطيه، أنا بمنح نفسي قوة إن أنا أخرج من دايرة الألم، أنا ما بقاش حبيس موقف حصل مع إنسان معين. الناس ليه بتقاوم التسامح؟ لأنها بتعتبر إن حقها هيضيع؟ لا، لأن الحقوق محفوظة عند رب العالمين. صح. الناس ممكن تمتنع عن التسامح لأن الشخص ده مش هيقف عند حده، لا هو هيقف عند حده، يا إما هيأذي ذاته مش هيأذي الآخرين. فالإنسان كل ما كان عنده قدرة على التسامح مع الأشخاص ومع التسامح مع المواقف السابقة، كل ما كان عنده قدرة على التحرر النفسي. صحيح. كل ما كان هو اللي مسيطر على حياته، مش الأحداث أو الأشخاص الآخرين هم اللي مسيطرين على حياته. طبيعي جدا. دكتورة هبة قبل ما نختم معاك فقرتنا الجميلة جدا هذه، نصائح من أجل أن فعلا الواحد يشوف حياة إيجابية وما نكون واقفين عند المواقف السلبية في حياتنا. دايما شوف أي مشكلة أو أي ذكرى سلبية إن هي تحدي أنت تعلمت منه في حياته. نعم. في حياتك، ودايما اكتب قائمة النعم، ودايما امتن لكل موقف إيجابي ولكل شخص إيجابي كان موجود معاك في حياتك. حط أهدافك وطموحاتك وأحلامك، وما تستكترش على نفسك حاجة، لأن أنت عندك قدرات كامنة غير محدودة، محتاجة بس شوية إرادة ونتحرك لقدام. جميل جدا الدكتورة هبة شركس، استشارية نفسية وخبيرة أسرية، نحن شاكرين وشعت تواجد معنا في صباح الخير يا بلادي، وعلى هذه النصائح الجميلة اللي فعلا نتمنى أن الكل يأخذها بعين الاعتبار. شكرا جزيلا.